هاد العام بنت لي الفرقة مزيانة الصراحة، أحسن من دوك العامات اللي كانوا، وكنتمناو من الله تبارك وتعالى يمشيو هاد الناس على المنهج الحقيقي وينوروا البلاد، لأنه الفرقة ديال مدينة كبيرة هزة اقتصاد، إلا هما خدموا بالعمل راه غادي يستافد كل شيء. هاد الفرقة ماشي خدامة هي بوحدها، أخدم على مدينة، تيستافد منها مول التاكسي، تيستافد منها مول الطوبيس، تيستافد مول اللوطيل، تيستافد مول الماكلة، تيستافد جميع كل شيء تيستافد. إلا حنا خدمنا بالمعقول وخدمنا الصرامة في العمل والجدية والصدق، راه غادي نوصل للهدف اللي بغينا. وتنتمناو من الله هاد الفرقة هاد العام إن شاء الله تحقق واحد الإنجاز اللي شحال هادي ما باقي شفناه، هي 13 سنة هادي ولا 14 تقريبا، باش ما باقي شفنا حتى شي إنجاز في البلاد، وخصهم يحققوا لنا واحد الإنجاز يكون بلاد كبيرة، وبلاد ماشي شي بلاد فيلاج ولا مدينة، يعني بلاد ديال الملوك ماشي ديال شي مدينة مذكورة في العالم. 1967 كانوا تيذكروا المغرب باسم مدينة مراكش في داعة ديال لندن، تيقولوا مراكش، ما تيقولوش المغرب، تيقولوا مراكش، بأن مراكش راه دولي، تيخصنا حنا نخدموا بصدق وبجدية بحال دوك الناس اللي كانوا بكري اللي عقلنا عليهم حنا، تفرجنا في الكوكب باقي في التراب، ما كاين كاع لا غازو لا هاد الشيء. كانت الفرقه كتسافر هي ب 10 دراهم، تيمشي اللاعب تيلعب وتيقبض الفرانك، دروك الحمد لله اللاعب تيقبض الفلوس وتيقبض وكل شيء، جميع لا سميتو وجدوها ليه، وتيدخل الميدان وتتلقاه فاش ما كاين. واش فهمنا؟ حنا بغينا اللاعب يكون تيلعب على التوني ديال الارض ديال البلاد، ويحقق انجاز لبلادو باش يولي واحد التسويق في المدينه، ويولي والجمهور تنطلب منه الجمهور يكون مؤدب ويحتفظ على داك الشيء اللي كان عندنا. حنا كنا كنقعدوا مع بيضاوة ومع فواسة ومع جميع، كنقعدوا معاهم بحال الخوت، هذا ما كيضرب هذا، وكناكلوا معاهم ونشربوا بحال. دروكا ولينا كنشوفوا واحد الظاهره خايبه، لانه كتفسد السمعه ديال البلاد، وكتفسد السمعه ديال الفرقه، وكتفسد السمعه ديال المجتمع. تنطلبوا من الجمهور يكون مؤدب ويكون راقي، ولا دخل ما يعلقش على اللعاب، ولا يسبو ولا يختفي ولا ينعلو، هو ما غاديش يقبل ينعليه شي واحد، والدي ولا باه ولا مو ولا اختو ولا كذا. خصو يكون خلوق، يكون فيه الاخلاق، يدخل يكون فيه الاخلاق باش يكون واحد المجتمع نقي. ما حنا دابا ولينا تنشوفو الملعب ما باقيش نقدو نمشيو ليه، لانه كنشوف فيه امور خبيثه، كنشوفو هذا كيضرب هذا، الملعب تصاوب قداش ناهو، تيجي راجل ويوقف فوق الكرسي، وهذاك الكرسي راه ديالك خصك تحتفظ عليه، ما خصكش تهرسو. هذيك البلاد راه ديالك، هذاك الطوبيس راه ديالك، التاكسي راه ديالك، الشارع ديالك، خصك تحتفظ على هذاك الشيء. هذاك الشجر ولا ديك الحاجه اللي تسد راه ديالتك، ما خصكش تسدها، خصك تخليها على الانجاز ديالها. وهذا هو اللي كنطلبوا حنا من المجتمع ديالنا، هو هذا الشيء، وكنطلبوا من هاد الجمعي وهاد الناس اللي خدامين يزيدوا في العمل ديالهم، والله يعاونهم والله يفتح عليهم.